أقيم في كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد قداس احتفالي بعشية عيد العنصرة. ترأس القداس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة من الشدايقة وخدام الهيكل وسط حضور لافت لأبناء وبنات الرعية. وفي ختام الاحتفال تم الإعلان عن افتتاح سنة اليوبيل الماسي للكنيسة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. على كلمات ترتيلة اللهم نمدحك، بلش القداس الاحتفالي بعشية عيد العنصرة في كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد. ترأس القداس الأبونا فراس عريضة كاهن الرعية وساعد الشدايقة وخدام الهيكل، وأكيد وسط حضور كبير من أبناء وبنات الرعية. ومثل ما وعدنا الرب أرسل الروح القدس على العذراء والرسل، فوعود الرب حق وحقيقة، وبالروح القدس المرسل خوف اليتيم زال واختفى أكيد. فسبع مواهب بعطينا إياها الروح القدس، من الحكمة، الفهم، القوة، المشورة، مخافة الله، العلم والتقوى، فيها من عزي أنفسنا كأبناء وبنات للرب. وبعشية عيد العنصرة برسالة واضحة من الأب عريضة للمشاركين، ركز على إنه الروح القدس اللي بنعيد ظهوره الأكبر والأعظم في تاريخ الخلاص هو أول إشي وأخيراً ضمان حضور يسوع الحي والقائم في الكنيسة وفي كل واحد فينا، وهو كمان روح الكنيسة وجوهرها المحرك، وهو حياتنا وازدهارها وتقدمها. وبنهاية العظة وبهالمساء المبارك بعشية حلول الروح القدس، أعلن الأبونا عن افتتاح سنة اليوبيل الماسي 75 للرعية والكنيسة. 75 سنة لتكون سنة فرح ونعمة لننطلق منها للأمام، ووقفة أمام الرب لنشكره عن نعم بحياتنا. بهاي الكلمات وغيرها أعلن الأب عريضة عن سنة اليوبيل 75، 75 سنة من العطاء والخدمة للكهنة والرهبات اللي خدموا الرعية والكنيسة من بداية تأسيسها لليوم. وبعهد الأبونا فراس واللي ضاف خدمة نوعية وفريدة للكنيسة والرعية، لتكون الرسالة للجميع بأنه الخدمة هي محبة. بسنة اليوبيل الماسي للرعية مثل ما تكرم وحكى الأبونا عريضة، فالصلاة لكل شخص موجود فيها من الصغير للكبير، من خدام لجنة أو مجلس رعوي، الشبيبة، الأخوية المريمية، وجوقة الترتيل. وبهيك بيوم العنصرة وبعد 50 يوم على القيامة تنطفئ الشمعة الفصحية، بيتم إنزالها من الهيكل لتوضع عند جرن المعمودية، وبالنهاية حبة شوكولاتة عليها شعار اليوبيل لنتذكر دايما هاي السنة سنة رعيتنا وكنيستنا. سبع مواهب من الروح القدس وهبنا إياها الرب يسوع لتحل بأجسادنا اللي هي هياكل الروح القدس، خلينا نحافظ عليها ونستخدمها بالشكل الصحيح. وكل عام والجميع بخير ومحبة. من محافظة إربد لقناة نورسات نيفين حداد.